وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم. آخر الرسل بالإجماع خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، لا نبي بعده، فمن ادعى النبوة بعده فهو كذاب وكافر، ومن صدقه فهو كافر. هذه عقيدة، لازم نعتقد أن خاتم النبيين هو محمد صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. خاتم النبيين آخر شيء، آخر رسول هو محمد صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، لا نبي بعدي. قال عليه الصلاة والسلام: سيكون كذابون 30، كل منهم يدعي أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. فالذي يدعي النبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كافر، لأنه مكذب لله، مكذب للرسول صلى الله عليه وسلم، ومكذب لإجماع المسلمين، فلا نبي بعده. المسيح عليه السلام عيسى بن مريم ينزل في آخر الزمان، لكن ما ينزل على أنه نبي، على أنه رسول، ينزل على أنه مجدد لدين محمد صلى الله عليه وسلم، يحكم بشريعة الإسلام، فهو من أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ومجدد لدين الرسول صلى الله عليه وسلم، يحكم بالإسلام، شريعة الإسلام، بالقرآن، بالسنة. هذه مهمة المسيح عليه السلام في آخر الزمان وقت نزوله، أنه مجدد، وأنه يرد الناس إلى عبادة الله على دين محمد صلى الله عليه وسلم، تابع له. نعم.